اهداف تانية للنهائي. طيب معانا على الهاتف الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للسيدات للكره الطائره، وطبعا معانا في الاستوديو طبعا كابتن وائل وكابتن احمد ثابت. بيمسوا عليك يا كابتن حمدي. ازي كابتن عايزة، ازي حضرتك وضيوفك المحترمين، اهلا وسهلا. الف مبروك مباراه امبارح، يعني مكسب كبير، الف الف مليون مبروك يا كابتن حمدي. الله يبارك فيك، متشكر يا كابتن عادل، الله يخليك. يعني شفنا حضرتك في اول المباراه يا كابتن حمدي كان القلق شويه واضح عليك، لان احنا عارفين قد ايه المباراه كانت مهمه وكنا مقدرين ده وحاسبين ده كويس هنا في الاستوديو، بس شفناك ما وصلتش القلق ده للاعبات. لا طبعا هي مباراه مهمه، لان الفريق التونسي تفوق طبعا، فاز على فريق المجمع اول يوم وفوزوا على ثاني يوم، كان معناها البطوله انتهت خلاص، اي منافسه ثانيه كان هيحرز البطوله. فطبعا كانت فرصته قويه جدا، فريق قوي عنده عناصر كثيره من منتخب تونس، بيضموا 2 محترفين، فريق جاهز للبطوله قبلها بفتره طويله. الحقيقه طبعا كانت مباراه قويه، والحمد لله يعني فزنا بالبطوله ديت، يعني يعتبر قربنا بنسبه 50% من اللقب يعني الحمد لله. طب كابتن حمدي، المباراه انتهت امبارح 3-0، طبعا نتيجه قاسيه على النادي الصفاقسي التونسي، مع احترامنا طبعا نادي كبير ويضم مجموعه من اللاعبات الكويسين جدا. حضرتك قبل المباراه كنت تتوقع النتيجه دي في المباراه زي دي، مباراه عصبيه ومصيريه زي دي؟ الحقيقه طبعا انا في الاجتماع الفني مع اللعيبه بتاعتي قلت لهم شويه حاجات، وفرجتهم على فيديو وطلبت منهم شويه حاجات، وقلت لهم تحديدا لو نفذوها يعني بنسبه كبيره تعدي ال 80 90% المباراه هتبقى سهله بالنسبه لهم. لو ما قدروش ينفذوا الحاجات دي المباراه تبقى صعبه، لان الفريق التونسي عنده عناصر كثيره، مفاتيح لعب كويسه وعنده قوه هجوميه كبيره، فكنا لازم نوقف القوه الهجوميه ديت. واعتقد ان ده واضح امبارح من خلال التركيز على الارسال بتاعنا على مناطق ضعف الفريق التونسي، اعتقد انها اثرت على القوه الهجوميه بتاعته يعني، فده سهل علينا المباراه كتير. طب كابتن، يعني في اوقات في المباراه خاصه بدايتها كان شفنا طبعا البدايه بيبقى فيها تنشنه شويه، تعليماتك ايه للاعبات في البدايه؟ البدايه دي بتبقى دايما اهم حاجه، نقطه البدايه او اول 4 5 نقط في المباراه، اكيد كان في تعليمات واضحه وصريحه، كنت بتقول لهم ايه يا كابتن؟ والله تعليماتي كانت بدايه المباراه ان احنا نستغل الدعم الجمهوري ده لينا، فريق تونس هيبقى عليه ضغط من الجمهور في اول المباراه، لازم نستغله لينا لصالحنا، ما يبقاش عامل سلبي علينا، بالعكس احنا نحوله لعامل دفع لينا، ولو ركبنا المباراه من اول المباراه بعد كده هتمشي احنا يعني لينا. وده كان واضح باستمرار ان الفريق التونسي طول المباراه معظم المباراه بيجري ورانا في السكور، يعني الحمد لله اللعيبه يعني كانت معظمها او كلها تقريبا الحمد لله كان على مستوى المسؤوليه الحمد لله. طب كابتن حمدي، انا عايز اتطرق لحضرتك على موضوع، يعني طبعا شفنا المكسب الكبير اللي حضرتك حققته يعني بسواعد الفرقه نفسها اللي بتلعب معاك في الدوري، وكان طبعا الفرقه مدعمه وحضرتك مدعمها بلاعيبه كينيه ممتازه طبعا وكان ليها دور، يعني شفنا ان انت اثرت امبارح عدم مشاركتها، حضرتك شايف رؤيتك الفنيه طبعا تحترم واكيد رؤيه صحيحه، حضرتك ايه رؤيتك الفنيه في الموضوع ده؟ والله بالنسبه للعيبه الكينيه، انا قبل البطوله كنت بمر بظروف صعبه جدا يا كابتن ايسن، كان عندي طبعا مريم متولي عامله عمليه في كتفها، عندي ايه الشامي قعدت حوالي شهر ونص ما تتمرنش لحد قبل البطوله باسبوع، كانت ممكن ما تلعبش معايا، فالمركز ده تحديدا كان عندي نقص فيه شديد، فانا ده اللي خلاني ان انا استدعي اللعيبه الكينيه للمشاركه معايا، ولكن الحمد لله اللعيبه ايه الشامي ابتدت ترجع قبل البطوله بالطول الحمد لله، يعني رجعت بكتير من مستواها وادت مباراه قويه، وبالتالي يعني حتى يعني الاوراق بتاعت اللعيبه الكينيه اتاخرت شويه في ان هي جت بعد البطوله بيوم من الاوراق الترانسفير بتاعها، فكان اعتقد يعني عدم مشاركتها يعني اعتقد ان هو قرار في صالح الاهلي، يعني كان واضح ان الانسجام بين اللاعبات اللي موجوده اللي هم في الدوري كان لصالحنا اعتقد. كلام صحيح مليون في المية كابتن حمدي، وكان لازم طبعا نسأل حضرتك على ده، لأنه إحنا واثقين تماما إن حضرتك قائد الدفة وشايف طبعا الرؤية من جوه الفرقة أحسن. طيب في سؤال تاني برضو عايز أسأله حضرتك ويهمني أعرف رأيك فيه، موضوع الجمهور والحضور الجماهيري دلوقتي، الجماهير وجودها كان ليه يعني طبعا دافع كبير جدا للفرقة، بس بيني وبينك إحنا كنا قلقانين يبقى برضو نقطة سلبية أو يكون ضغط على اللعيبه، وشفنا ده في الماتش الاول مع نادي سبورتنج، عالجت ده ازاي؟ ازاي عالجته قبل المباراه؟ الحقيقه طبعا في مباراه سبورتنج الوجود الجماهيري بقى كنا بقى لنا تقريبا من البطوله العربيه اللي فاتت ما لعبناش قدام عدد كبير من الجمهور زي دوت،
والتشجيع المستمر ده عمل ضغط كتير جدا على اللعبات في مباراة سبورتنج، حتى ما يعني اعتقد ان هم ما ادوش 50 60% من مستواهم، كتير 3-0 بس بدون يعني مستوى عالي. طبعا في اجتماع مع اللعيبه شرحنا لهم الموقف ان الجمهور جمهورنا وهو جاي يفرح بينا، وان احنا نستغل الدعم الجماهير ده لصالحنا ويبقى عامل سلبي على الفرق الثانيه، وانتوا فرقه متمرنه وفرقه عندكم امكانيات عاليه لو لعبت بهدوء وضغط من غير ضغط والكلام ده كله. الحقيقه اثر على الفرقه وجاب وكان ايجابي جدا. المباراه الثانيه لاحظنا ان اللعيبه بتلعب ومفيش اي ضغط عليها، بالعكس كل لعيب بيلعب وطلع كل اللي عنده وكان عامل ايجابي لينا. طب كابتن انت شايف مستوى البطوله ازاي؟ يعني في مشاركه 5 فرق منها النادي الاهلي، شايف مستوى البطوله ازاي؟ يعني ضعيف ولا متوسط ولا قوي؟ خاصه ان احنا حامل اللقب والسنه اللي فاتت شاهد طبعا مشاركه اكبر من عدد الفرق دي. يعني تقييمك لمستوى البطوله ايه؟ لا انا بتكلم لو على المستوى البطوله دي اقوى بطوله في البطولات العربيه اتلعبت لحد دلوقتي، لان وجود 3 فرق على مستوى عالي زي الاهلي وفريق الصفاقسي وفريق المجمع البترولي وفي معظم نجوم الزمالك، معظم نجوم الجزائر، فريق الصفاقسي عنده محترفين، الاهلي عنده محترف، لا مستوى عالي جدا بالرغم من قله عدد الفرق 5 فرق، ولكن اغلب الفرق المستوى العالي موجوده، فده مخلي المستوى عالي جدا، خاصه مباريات اللي هيبقى فيها ترفع الاهلي والجزائر وتونس، وبالاضافه طبعا لماتش المصري الثاني سبورتنج. لا مستوى عالي جدا واعتقد المستوى جيد جدا يعني. طب كابتن انت عندك 3 ايام، يوم راحه النهارده ويوم بكره راحه ويوم الخميس مباراه مش قويه قدام الصحافه السوداني، هتعمل ايه في ال3 ايام دول يا كابتن؟ والله النهارده كان عمليه استشفاء وتدريبات استشفاء وجيم خفيفه لعدد الاستشفاء اللاعبين بعد المجهود اللي بذلوه امبارح. عندنا بكره نبتدي نستعد للمباراه الجزائر، مع موجود عندنا مباراه السودان ولكن هتبقى مباراه متوسطه المستوى. هيبتدي شغل مباراه الجزائر من بكره محاضره فيديو، هيبتدي شغل في الملعب تدريب على نقاط القوه والضعف بتاعت فريق الجزائر، وهيبقى التدريب قوي لتعويض اليومين 3 راحه. انتوا بتتمرنوا فين يا كابتن؟ التمرين اللي هو تمريناتكم فين؟ تمرينات اللي هي البولي في الاستاد، بنتمرن كل يوم تدريب في الاستاد. بالنسبه للتدريبات اللياقه والجيم موجود عندنا هنا في الفندق، في جيم كويس وبنتمرن فيه. طب كابتن قول لي انت ممكن تستعيد باللعيبه الكينيه في بطوله افريقيا اللي جايه، ولا حضرتك جايبها بس عشان البطوله دي؟ لان انا عارف كويس ان انت لازم تحدد موقفها قبل شهر يناير، هل في نيه ان الابقاء عليها حتى بطوله افريقيا ولا لا؟ والله بص احنا كابتن هيثم احنا هندرس الموقف تماما بالنسبه لماتشات الفريق في البطوله ديت، هل احنا فعلا محتاجينها تكمل معانا ولا محتاجين في مركز ثاني. كل الكلام ده هيظهر من خلال مباريات البطوله، هنقعد نقيم بطريقه علميه بطريقه ونشوف مباريات الفريق والمراكز اللي عندنا والاصابات وكل ده، ونقدر نقيم ساعتها ان احنا هل هي تستطيع ان هي تكمل معانا ولا محتاجين حد في مركز ثاني يقدر يفيدنا اكتر. طب كابتن هسبق الاحداث معلش شويه، ومباراه يوم الجمعه ان شاء الله مع مجمع البترول الجزائري، مباراه بتتكرر كلاكيت تاني مره بعد تاني سنه او بعد سنه كامله من النهائي السنه اللي فاتت، شايف المباراه بتاعت يوم الجمعه ازاي؟ شايف اهم عنصر محتاج له انت في المباراه الجايه ايه؟ الحقيقه مباراه انا بقول من دلوقتي مباراه الجزائر دي هتبقى مباراه قويه جدا، فريق الجزائر فريق قوي وفريق جماعي عالي جدا، طلع مع فريق الصفاقسي 3-2 وكان قريب من الفوز، واعتقد انه افضل كمان من الموسم اللي فات البطوله اللي فاتت، فريق عنده خبرات واعتقد ان هو لسه حظوظه في البطوله موجوده، لسه لحد دلوقتي حظوظه في البطوله موجوده، يقدر لانه خسران 3-2 والصفاقسي خسران 3-0 فحظوظه اقوى من الصفاقسي في البطوله، فاعتقد ان هو هيأدي قدامنا مباراه قويه ولازم نعمل حسابه كويس قوي. طب كابتن حمدي يعني كلمه توجهها للجمهور، جمهور النادي الاهلي العظيم اللي جه ساند حضرتك وساند يعني ابطالنا في المباريات اللي فاتت، كلمه تحب توجهها لهم تقول لهم ايه؟ انا طبعا بشكرهم جدا على الدعم دوت، وده مش جديد على جمهور الاهلي، اعظم جمهور في الكون كله، احنا دايما بمساندتهم ودعمهم بنحقق بطولات، واحنا عارفين ان هم واقفين ورانا وهيقفوا ورانا في الماتشات اللي جايه، وان شاء الله باذن الله البطوله تبقى هديه ليهم باذن الله. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للسيدات للكره الطائره بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا والف الف مبروك، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق. يا كابتن حمدي الحقيقه كان في نقط مهمه كان يعني محتاجين نستوضحها من حضرتك وعرفناها، واكيد هنناقشها مع ضيوفي في الاستوديو. يعني كابتن احمد شايف الـ يعني النقط اللي حطها كابتن حمدي